بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هنايا عندنا لاسبيرج أو حميص أو الهيليوم كما تريدون. بالنسبة للنبتة فهي هذه مشوكة سوفاج اللي عندها منافع صحية بالنسبة للإنسان. كاين لاسبيرج اللي هو مزروع، ولكن بالنسبة للقيمة الغذائية ديالو ماشي بحال هذا. الجزء الذي يؤكل ماشي هذه الأشواك، وإنما هذا هو الذي يؤكل. غادي ناخذ واحد طرف، ها هو. بالنسبة للجزء الآخر، ها هو هي. هذا هو الذي يؤكل، بينما هنا نشوفه، ها هو الطرف، هذا هو الأسبرج سوفاج. غادي نشوفوا الجهة الأخرى، ها هو هي. لاحظوا هنا، هنا ملي غادي يكبر هذا اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا سكومة او لاسبيرج. هو سخون وكيكون مع البيض احسن بكثير، البيض ومع جميع البهارات اللي راهم مزيانين، رائع رائع جدا. نكملوا هذه الجولة في هذه السكيكيمات. هنايا لاحظوا، هنايا ها هو هي. والأجمل عاود ثاني لواحد الحاجة اللي زوينة، شوفوا هنايا، ها انتوما شوف، ها هو واحد الحاج جالس هنا مخبي، نخليه يرد دور بلاصتو. هذا السلحفات، ونكملوا الجولة ديالنا عبر هاد السكيكيمات. نجيبو ان شاء الله واحد الكمية ديال لاسبيرج. لاحظوا ها هو هي، شي هذا البلاصة المحروقة، ها هو رائع. سكومون، غادي نمشيو بالنسبة لهادو، ها هما شايفين كاينين، ها هما. ناخد هاد الجزء هذا، ها هو الشوك الملائيين، هذا هو الجزء اللي كي يطيب